السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبتي المشاهدين، ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صدى الكفيل الذي نعرض لكم فيه جديد العتبة العباسية المقدسة، فابقوا معنا. وفقا للرؤية الفنية التي يعمل عليها مركز الكفيل للإنتاج الفني، عرض الفيلم السينمائي القصير با خمرة في مدينة القاسم، والذي يحكي قصة القاسم ابن الإمام الكاظمي عليهما السلام، وقد أبدى المشاهدون إعجابهم بهذا العمل الذي تم إنتاجه بأيادي كوادر قسم الإعلام في العتبة العباسية المقدسة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. إنه الفرات يا بنيتي، شاهد على أسرارنا وأحزاننا. سأروي لك ما أسررته للماء. دقائق مختصرة تروي لنا قصة بطولية من سيرة الإمام القاسم عليه السلام. با خمرة اسم للفيلم السينمائي الذي أنتجه إعلام العتبة العباسية المقدسة وعرضه في المرقد الطاهر بالتزامن مع ذكرى وفاته الأليمة. فيلم يتناول قصة حياة القاسم عليه السلام ابن الإمام الكاظم عليهما السلام في أبان الفترة العباسية، وتم تصوير هذا العمل في مدينة جصان قبل أشهر، وكان من إخراجه والحمد لله بأيادي مركز كفيل إنتاج فني والبث المباشر وكتابة الأخت غرفة طارق، والحمد لله تم بعون الله العمل بإنجاز كامل ولاقى استحسان واسع من مدينة القاسم. هذا اليوم يعتبر اليوم الآخر لزيارة وفاة مولاي القاسم، وعرض به هذا الفيلم الحقيقي، فيلم أبا خمرة، هو يجسد الحياة الحقيقية لسيد مولاي القاسم، والقصة ولو كان مختصرة غير مكملة بس هي تعطي معاني كثيرة هواية. الفيلم من إنتاج ملكات مركز الكفيل الإنتاج الفني بحبكة سينمائية تترجم إمكانات العتبة المقدسة في استعراض سيرة أهل البيت عليهم السلام بطريقة فنية ونشرها إلى العالم أجمع. انطلقت فعالية المؤتمر العلمي الثالث والذي يعنى بإحياء تراث أمير المؤمنين عليه السلام، وذلك في اتحاد الأدباء والكتاب في النجف الأشرف وبرعاية تامة من العتبة العباسية المقدسة. تفاصيل أكثر عن المؤتمر تشاهدونها في هذا التقرير. مبادئ الرعاية الاجتماعية ومحاربة الفقر في فكر الإمام علي عليه السلام. تحت هذا العنوان انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لإحياء تراث أمير المؤمنين عليه السلام، وذلك في اتحاد الأدباء والكتاب في النجف الأشرف. المؤتمر ثلاثة محاور تتناول هذه الفكرة، وهي الأسس والمبادئ العامة للرعاية الاجتماعية في تراث الإمام علي عليه السلام، وتجربة الرعاية الاجتماعية ومكافحة الفقر في ضوء المبادئ العلوية، وكذلك هناك معالجات أدبية لموضوعات الفقر والغنى في تراث الإمام علي عليه السلام. يهدف المؤتمر بشكل أساسي إلى إحياء تراث أمير المؤمنين عليه السلام، والعمل على إيصال هذا الفكر إلى الشباب ببحوث علمية وعملية لدراسة واقع الرعاية الاجتماعية بالعراق، وأيضا تراث أمير المؤمنين في موضوعة الرعاية الاجتماعية. المؤتمر ترعاه العتبة العباسية المقدسة وتنظمه مؤسسات أكاديمية وفكرية، استمر يومين، تضمن جلسات بحثية بمشاركة باحثين أكاديميين وحوزويين قدموا نتاجاتهم البحثية، وسلط الضوء على فكر أمير البلغاء عليه السلام في مبادئ الرعاية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي ومحاربة الفقر. تولي العتبة العباسية المقدسة عناية بالغة بمهارات كوادرها التي من شأنها أن تحافظ على سلامة الموارد البشرية والمواد العامة من الحوادث والكوارث،
لهذا نظمت شعبة السلامة المهنية دورة في الدفاع المدني لمجموعة من منتسبي العتبة العباسية المقدسة بإشراف متخصصين بهذا المجال. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. وطف الكهرباء وغلق السد الفراش وخرته. ضمن سلسلة دوراتها أطلق شعبة السلامة المهنية الدورة 56 في مفاهيم الدفاع المدني وطرائق استخدام المطافئ لملاكات العتبة العباسية المقدسة من أجل الحفاظ على سلامة الموارد البشرية من المخاطر والحوادث. باشرت كوادر شعبة السلامة المهنية بإجراء أو إقامة دورة اللي تحمل رقم 56، هي من سلسلة الدورات اللي تستهدف جميع منتسبي العتبة. كما أولت إدارة العتبة الاهتمام الكبير بهذا الجانب لعدة أمور، أولا لسلامة المنتسب أو المورد البشري، كما وجه سماحة السيد أنه حماية المورد البشري هو ديمومة المؤسسة اللي يعمل بيها. برامج ودورات السلامة المهنية هي في الحقيقة برامج توعية وتنموية، وبحد ذاتها هي برامج للتقوية من الخطر والحماية للأشخاص والممتلكات من كافة أنواع الحرائق اللي قاعد تصير. أول شيء نستفاد في بيئة العمل، ثاني شيء نستفاد منها في حياتنا المنزلية، ما تخص المنزل ما تخص العمل، فلذلك هي دورات فعالة، دورات كل جدا نستفاد منها حقيقة. تثقيف الملكات في مجالات متعددة أمر حرصت عليه العتبة العباسية المقدسة، ولا سيما في جانب السلامة المهنية والدفاع المدني، كونها تعد من الضروريات الأساسية في حياة الإنسان. أبدى فريق التواصل الإلكتروني التابع لرئاسة الوزراء العراقية إعجابه بما رآه بعد الجولة التي أجراها في بعض مشاريع العتبة العباسية المقدسة لأجل تبادل الخبرات والتجارب وفتح آفاق التعاون في هذا المجال. المزيد في سياق هذا التقرير. هو لصناعة تجارب نفذتها أياد عراقية في مشاريع متعددة تقدم خدمات متنوعة للمجتمع محققة نجاحا كبيرا، كانت محط زيارة الوفود للاستفادة من تلك التجارب، وكان آخرها زيارة فريق التواصل الإلكتروني الحكومي الذي أجرى جولة ميدانية في عدد من مشاريع العتبة العباسية المقدسة. اليوم حضر وفد من رئاسة الوزراء العراقية الفريق الإلكتروني لزيارة مشاريع العتبة العباسية المقدسة، وزار الوفد معمل الأسمدة المتمثل بشركة خير الجود ومعمل المنظفات، وأيضا زار مطبعة دار الكفيل للطباعة والنشر، وأبدأ الفريق إعجابه بتنفيذ هذه المشاريع الرائدة لخدمة البلد بشكل عام. وهذه المشاريع نفذت ضمن رؤى ومتابعات مقام سماحة السيد المتولي الشرعي سماحة السيد أحمد الصافي دام الله عزه. زرنا اليوم نخبة من المشاريع الخدمية والاقتصادية التي تخص البنى التحتية التي تجريها العتبة العباسية، واطلعنا بسرور على ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة. اطلع الوفد على الأساليب المتبعة في تلك المشاريع وما توصلت إليه وكيفية مساندة الجهد الحكومي وتعزيز خدماته التي من شأنها أن تقدم خدمة للمجتمع. إلى هنا انتهت فقرتنا الإخبارية، لا تذهبوا بعيدا، فاصل ونواصل بعدها باقي فقراتنا المتنوعة من برنامجكم صدى الكفيل.
خدمات ومشاريع متنوعة تقدمها كوادر العتبة العباسية المقدسة بجميع تخصصاتها خدمة للمجتمع، سنتابعها في فقرة صورة وتعليق. وصلنا إلى فقرة عطر الهداية التي نستذكر فيها أحد خطب الجمعة التي ألقاها المتولي الشرعي للعتبة المقدسة، وننتفع بما فيها من إرشادات اجتماعية مهمة، لنستمع معا. ماذا اعتبر الإمام عليه السلام؟ اعتبر أن الرياء الشرك. كيف ذلك؟ أولاً نعرف ما معنى الرياء. علماء الأخلاق يعرفون الرياء بأنه طلب المنزلة في قلوب الناس بخصال الخير، خصال الخير من العبادات أو غيرها أو بآثارها. وبتعبير آخر شوي نوضح هذا المعنى المطلوب، أن الإنسان يطلب ويقصد بفعل الخير من عبادة أو عمل بر أو عمل صالح أن يحصل على شيء من شوائب الدنيا، من مال أو منصب أو جاه أو تعظيم أو تقدير أو احترام أو شهرة أو مدح أو ثناء أو إطراء أو غير ذلك من هذه الشوائب، يطلبها من الناس من خلال هذه الأعمال العبادية، من خلال أعمال الخير ومن خلال أعمال البر التي يقوم بها. وقد يقول الواحد منا: ألسنا جميعاً نصلي لله تعالى؟ ألسنا جميعاً نصوم ونحج لله تعالى؟ ألسنا جميعاً نتصدق ونؤدي الحقوق الشرعية ونقوم بأعمال الخير لوجه الله تعالى؟ هل هناك شيء عندنا من الرياء؟ نلتفت ندقق. العلماء يقولون أن الرياء يتسرب ويدخل إلى قلب الإنسان المؤمن بصورة خفية لا يشعر بها، فقط أولئك الذين لديهم درجة عالية من الإيمان، درجة عالية من المراقبة، درجة عالية من الإحساس والشعور بدقة العمل، هم يلتفتون إلى أن الرياء كيف يتسرب إلى داخل الإنسان، ولكن الكثير يغفل عن ذلك لأسباب عديدة. أحبتي المشاهدين، فقرتنا القادمة لحظات ضوئية، ستستعرض لكم عدداً من الصور التي التقطتها عدسات مصوري العتبة العباسية المقدسة، لنتابع معاً. مراكز وشعب وأقسام متنوعة تقدم خدمات مختلفة في جميع المجالات. دعونا الآن أحبتي المشاهدين ننتقل وإياكم إلى فقرة خدام التي سنتعرف فيها على ما يقدمون من أعمال متميزة تستحق الإشادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. منتسب في قسم الإعلام شعب الطفولة والناشئة وحدة مسرح الطفل. نشاطات وحدة مسرح الطفل، عندنا مشاركات عديدة في مهرجان الحسين الصغير الدولي لدورته السادسة، وقد حصدنا على جوائز عديدة في هذا المهرجان. أعمال مسرحية متنوعة، مثل من أبرزها عمل مسرحية لا تقل كاو كاو، حصدنا عليها 5 جوائز.
وعمل مسرحية سنان البطل الخارق حصلنا عليها جائزة أفضل عمل متكامل، وإن شاء الله في القريب العاجل نحضر إلى عمل راح يكون بمهرجان الحسين الصغير الدولي بدورته السابعة، وده تجينا طبعا أغلب مشاركات دولية، بس إحنا لازم نستعد لها بشكل مضبوط حتى نقدر نشارك ونرفع اسم العتبة عاليا. وصلنا وإياكم أحبتنا المشاهدين إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع، تقبلوا تحياتي أنا وكادر العمل، دمتم في أمان الله ورعايته.